يلا يا جماعة شدها لكم كده. اقفل انت معاك كده، اقفل انت معاك كده يا برنس. اقفل. لا انا اقفل اصلا. اقفل كده. انا اقفل اصلا. لا والله. وانا كنت حبطت على ان شاء الله. ايه اللي انضبط ده؟ عينينا خلاص. طب بس بحر النهارده زعلانه من احنا بقالنا 3 مرات اللايف بتمسح، زعلانه من ايه؟ ما تزعليش بس، جرعانه بس في اللايف ده اما نشوف ربنا يكملها على خير بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من محل جدو بنقول لك اي حد معانا يجمع ويجمع حبايبه وقرايبه واصحابه وجيرانه وكل اللي حواليه. اللايف يا جماعه 3 مرات بنعمل لايف وبتمسح، ربنا يستر. هي الشبكة وحشة يا جماعة؟ الشبكة وحشة ولا في حاجة؟ الشبكة وحشة ولا أنا بتهيألي؟ الشبكة فيها حاجة يا جماعة؟ انت فاتح بقى؟ افتح تليفونك كده، افتح لي افتح لي اللايف، افتح لي اللايف. افتح النت. التفاعل يلا كده يا جماعه بعد اذن حضراتكم، التفاعل يلا بس اما نشوف ايه كده في الشبكه. هو شغال معاكم تمام ولا في حاجه؟ شغال معاه؟ الشبكة تمام يا جماعة؟ الناس تشارك كده يا جماعة بعد إذنكم، إحنا عملنا 3 لايفات والله في يومين واتمسحوا وأنا معرفش ليه. ناس بتقول لك عيب نت ومش عارف إيه الناس تشارك كده يا جماعه بعد اذنكم. يعني انا عملت لايف، عملت 3 لايفات وكسبت فيهم ناس كتير والله، وناس اجت استلمت الهديه. طيب هنشارك بقى معانا، معلش اللايف ده ربنا يكملها على خير، يكمل بس اللايف لان ما نعرفش ربنا يستر في انتهاكات وفي حظر الجروبات والبيجات وكده، فربنا يستر ويجيبها سليمه من عنده. محل جدو دمياط القديمه منتصف شارع الشرباسي بجوار صيدليه جبه. الناس تشارك معاه بس يا جماعه كده. ولا خد بقى عشان ما بخرجش من المحل ده. محل جارو بيقول لك موجود شيالات كريستال وموجود شيالات كريستال معدن، بس حاجه حلوه نفرجكم حاجه حاجه والناس تجمع معانا كده بعد اذنكم. المشاركات مش عجباني ولا التفاعل عاجبني. المشاركات مش عجباني ولا التفاعل عاجبني. دمياط القديمه منتصف شارع الشرباسي شغال معاك؟ الشبكه فيها حاجه يا جماعه؟
الشبكه تمام يا جماعه ولا فيها حاجه؟ الشبكه تمام ولا فيها حاجه؟ التفاعل يا اهلا كمان بعد اذنكم، عايز مشاركات، عايز منشن للاصدقاء، عايزين اضافه اعضاء للبيج يا جماعه. القناه يحيى جادو مفارش وانتيكات، بنقول لك محل جادو لازم تشرفينا علشان موجود كل حاجه في المحل، لازم تشرفينا علشان موجود اشكال كتير وحاجات حلوه. طيب التفاعل يا اهلا كمان حبه، التفاعل يا اهلا كمان حبه، بسم الله ما شاء الله. شيل يا باشا الحاجة اللي بعد كده. التفاعل حلوة يا جماعة ولا الشبكة حلوة تمام؟ انت اللي انت عملته. الشبكة تمام يا جماعة بعد إذنكم. الصوت تمام؟ حاسس بس إن بيحصل حاجة في الشبكة. محل جادو دمياط القديمة، منتصف شارع الشرباصي بجوار صيدلية جبة، بيمشي شمعدان ده يا جماعة وبيمشي مبخرة. التفاعل يا زي الأول، التفاعل يا زي الأول، علشان أبدأ أكسب حد، علشان أبدأ أكسب حد، ربنا يستر علينا وعليكم. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، التفاعل ما شاء الله جميل والصوره حلوه، يا ريت يكون الصوره حلوه بس. محل جادو بيقول لك اي حاجه بتدور عليها شرفينا واتفرجي، مش لازم تشتري. الشبكه تمام يا جماعه. طيب هنكسب حد. طيب التفاعل يا اهلا معايا بعد اذنكم. الناس يا جماعه اللي بتيجي تاخد الهديه بتاعتها تقول لي يا يحيى معلش، او يا استاذ يحيى معلش اللي ما معيش مشاركات. طب بعد اذنك انت ابقى انا اعرف ازاي ان انت كسبتي؟ معلش في الكلمه، اعرف ان انت كسبتي ازاي؟ اعمل ان انت اعرف ان انت عملت، مش اعمل اعرف ان انت عملت مثلا الشروط ازاي؟ عرفوني بس. طيب اول حد يكسب معايا مين؟ شيلة الكحك المعدن، عايزه اتنين يشيلوها يا جماعه، ده على فكره عايزه اتنين يشيلوها، ما تستهليش بالشغل اللي احنا بنجيبه ده، اقسم بالله بنجيب لك شغل فخر من الاخر. الصينيه المعدن وجمالها، الاباجوره الكريستال وطعامتها. التفاعل ما بيعلاش ليه يا جماعه؟ هنقول مين اللي هيكسب معايا، هكسب حاجة أو اتنين أو تلاتة وهيبقوا مميزين. بس التفاعل يلا بعد إذنكم. عندي طقم 10 قطع، عندي جبلان بارز، وعندي ليزر، جبلان ليزر وجبلان عادي، عندي حاجات حلوة كتيرة تعجبكم بإذن الله. الشجرة اللي بتنور ده يا ست الكل أو يا ست العرايس، تاخديها مكان الأباجورة بتاع الأطفال. عندي طقم شمعدان والعرض مستمر، الطقم ب 200 جنيه الوسط بدل 250 و225. عندي عرض البنيات 75 جنيه والعرض مستمر. الذهبيات وجمالها، عندي الجامبو وجماله الشمعدان الكبير، عندي بومبونيره واتنين شمعدان، كل ده بفضل الله موجود في محل جاله. طيب نعمل يا جماعه المسابقه على الطابلو الكبير ده، نعمل المسابقه على الطابلو الكبير ده. طابلو اقسم بالله معدي 600 700 جنيه، لان ده شغل كاس النجف بس حاجه حلوه. التفاعل بسم الله ما شاء الله، هو ده اللي انا بقول عليهم، متابعين محل جادو بيتابعونا وما بخيبوش ظننا. التفاعل عيله كمان اهو، هنقول مين معانا، اول حد هيكسب معانا مين عشان نفرح الناس كلها. محل جادو بيقول لك لازم تشرفينا. بسم الله ما شاء الله، خدهم. بسم الله ما شاء الله، التفاعل في منتهى الجمال.
بسم الله ما شاء الله، عروض محل جاري وما بتنتهيش. المفرش الجبلان بخمسين جنيه وحطيه في الغسالة، إن جراله حاجة هاتهولي وتعالى. محل جاري بيقولك المفرش بخمسين جنيه وحطيه في الغسالة، ولو جراله حاجة هاتهولي وتعالى. الجريد مميز من محل جادو، عندي طقم مفارش 16 قطعة ب 200 جنيه واللي يلحق. ازاي؟ اه بيوصلنا ما بيعملش عندنا. اطلع وخش تاني يا باشا. التفاعل تمام يا جماعة، الناس اللي بتعلق تمام، الشغل تمام. هنقول مين هيفرح معانا؟ اي حد يترجم بالانجليش بالعربي. التفاعل يا له، هو ده بسم الله ما شاء الله. الشيالة الكحك الثلاثي المعدن، وانت جاية هات اتنين يشيلوها معاكي، وانت جاية هات اتنين يشيلوا الشيالة دي معاكي. اقسم بالله شغل فاخر من الاخر. وعندي الستاير عروضها مستمرة بمية وعشرة، بس ستارة خديها خديها وتأكدي ان انت واخدة الستارة دي حاجة عازلة للنور وللشمس ولأي حاجة. بسم الله ما شاء الله. التفاعل يعلى معايا كمان. الجمال عدى الكلام بمراحل، عدى وسابه في مكانه، عدى وسابه ومشى. الطقم التركي وجمال جماله، بسم الله ما شاء الله. الكحل في الذهبي ومعانا الكشمير. لما نقول لك محل جادو بيميزك يبقى لازم تشرفيني. الجرعان شويه تزيدوا محبه. التفاعل يا اهلا يا جماعه بعد اذنكم. الناس اللي معانا فين؟ الجرعانه يا جماعه شويه بعد اذنكم. الناس اللي عايزه تكسب دي، التفاعل ما بيعلاش ليه؟ يا ريت يعلى شويه بعد اذنكم. فين يا جماعه التفاعل؟ يا جماعه التفاعل يعلى شويه. اي حد من اللي قدامي يشارك، اقسم بالله يا جماعه، عوضا اللايف ده عايزكم تتفاعلوا معانا اكتر، لان اللايف عملت ثلاث لايفات واتمسحوا، وربنا يستر علينا وعليكم. انا بقول لك اللايف ده عايزه يتشارك على اكبر نطاق، عايزه يتشارك على اكبر نطاق بعد اذن حضرتك وبعد اذن معاليكي وبعد اذن سيادتك يا ست الكل يا اللي متابعانا. ويا ست العرايس اللي عايزه حاجه حلوه، بنقول لك تعالي خدي كريستالات بالفكه، بس هتاخدي معاها حاجه على التكه. الشمعدان الكريستال وبيمشي معاكي مبخره، بومبونيره كريستال وطبق فاكهه كريستال. وعندي المنبه وجمال جماله. تعالى يا باشا شغل المنبه ده بعد اذن حضرتك. متابعين محل جادو بنشكرهم لتفاعلهم معانا واشتراكهم معانا في كل اللايفات وتفاعلهم. انا الحجر يا باشا. مين العروسة؟ مين العروسة اللي ذوقها عالي اللي هتكسب دلوقتي؟ مين اللي عايزة تكسب من محل جادو؟ محل جادو وانت جاي عند خالد الحلواني؟ اللي فينك يا باشا؟ النور بتاعه على فكرة؟ بعد إذنك هقولها تاني وتالت مرة، وانت جاي محل جادو هات الاشتراكات وانت جاي. هو ده المنبه اللي هيصحيك والله وانت نايمه. الله لو نايمه في البحر هيصحيك، يعني هيصحيك، هيصحيك يعني هيصحيكي. استغفر الله العظيم واتوب اليه. دعوه من قلوبكم يا جماعه، وحسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي بتعمل انتهاكات وبتاذي
الناس. عندي الطابلوه ب 75 جنيه والحسابه بتحسب. عندي الطابلوه الساعه والاتنين طابلوه بس حاجه حلوه. مين يا جماعه يكسب معايا؟ يا ريت التفاعل يعلى معايا. الناس اللي عايزه تكسب فين ما بتشاركش ليه؟ انا مش شايف مشاركات يا جماعه، بعد اذنك انا مش شايف مشاركات. الاباجورات وجمالها يا جماعه. عندي الشمعدان المودرن، عندي الاباجورات الاتنين ليد اتنين شابوه. التفاعل ما بيعلاش ليه مش عارف. فين يا جماعه الناس يا جماعه؟ الناس فين يا جماعه بعد اذنكم؟ لهم ثانية. شكرا لزوجك وشكرا للناس اللي بتقول كلمة من قلبها والناس اللي مش بتجامل. اللي عايزة تزين النيش بتاعها تشرفنا. اللي عايزة تصحى من بدري تشرفنا، تاخد المنبه ده هتاخده تكسره على طول لأن ما بيسكتش. اللهم امين لا اله الا الله محمد رسول الله. الناس اللي مشرفانا هو ده التفاعل اللي انا بقول عليه يا جماعه. هو ده هو ده بسم الله ما شاء الله. طب الشبكه تمام يا جماعه؟ الشبكه الشبكه معايا مش ظابطه. الناس اللي مشرفانا بالله ما شاء الله. طب الشبكه تمام يا جماعه؟ الشبكه معايا مش ظابطه. ظبطت يا جماعه كده ما شاء الله. اللهم امين يا معالي الباشا. انا عايز مشاركات، مش عايزك تقعدي تعلقي وخلاص. اهم حاجه المشاركات. اوجعوا صباعكم شويه كده، ما يهمش ما يهمش. انا عملت 3 لايفات وباظوا مني. تابعونا بقى وشاركوا معانا واتجرعنوا معانا. ظبطت يا جماعه الشبكه؟ ظبطت ظبطت يا جماعه عشان الناس اللي بتقول بس الشبكه وحشه. الأنتيكة دي جميلة. أيوة نطلع دلوقتي. الأنتيكة دي الأنتيكة دي جميلة جمال ملهاش مثال. شكرا يا ست الكل يا أم جوجو. لا ربنا ما يجيب تعب، ربنا ما يجيب تعب. أنا عايز اللايف ده يتشارك على أكبر نطاق بعد إذنكم يا جماعة. بومبنيرات حفر ليزر، ولما تقول عايزة حاجة للصالون يبقى تيجي محل جري وتنقي. نقي نقي بإيدك. نقي بإيدك. التفاعل ما شاء الله. التفاعل ما شاء الله هو ده اللي أنا بقول عليه. بنقول محل جادو متابعينه. متابعينه ناس مميزة. الشجرة وجمالها وطعمتها. شكرا نور الدنيا. شكرا للناس اللي كلمتها طيبة وكلمتها بما يرضي الله. محل جادو حبيبة قلب وعينيا كمان. محل جانب بيقول لك الشارع اللي قدام خلق. الصوت راح ازاي؟ الصوت تمام؟ الصوت تمام؟ الفكاهية دي يا خراشي. الانتيكات من محل جادو لها شكل تاني.
والحلويات من محل جادو لها طعم تاني. الجديد دايما متميز باذن الله وهتلاقونا على طول. والله انا بس كانت اليومين اللي فاتوا دول بسبب اللايفات اللي اتمسحت دي، اقسم بالله اعصابنا تعبت. والباسكت يا جماعه ده وصل امبارح اهو، كل الالوان. الخيل العربي عندنا، الحصان اهو يا جماعه، الباسكت يا جماعه وجماله، باسكت فرو وعادي وقطيفه وعندي ترتر، كل ده بفضل الله موجود. ارمي لها التاتش وجمالها. اه يا جماعه الجبلان ب50 جنيه، اي مفرش من ده ب50 جنيه وانت جاي تشتريه تفرجي عليه، مش عاجبك سيبيه، وانت جاي تتفرجي عليه شوفي خامته واخديه اغسليه جرى له حاجه هاتيه وتعالي. اظن مفيش حد عنده الجرأه يقول لك الكلام ده. انا التفاعل مش عاجبني يا جماعه، ما اعرفش ليه والله، ما اعرفش الناس اللي بتطبخ واللي قاعده مش عارف فين واللي سايبانا يا جماعه انا عايز افرح الناس. اللايفات اللي فاتت كلها اتمسحت، 3 لايفات. الشبكه تمام يا جماعه، الشبكه تمام، الشبكه تمام. التفاعل فين يا جماعة؟ أهم حاجة التفاعل والمشاركات. بسم الله ما شاء الله المشاركات مش عجباني، اتعبي شوية معانا ويمكن تبقى سعادة الحظ النهاردة. أنا هعمل لكم المسابقة على الطابلوه الكبير ده يا جماعة. تمام مرضيين؟ بسم الله ما شاء الله. زهرة الريحان لو كسبت الشبكة هتبقى حلوة يا باشا، الشبكة هتبقى حلوة، تكفي ان انت مشرفانا بس، تكفي ان الناس كلها مشرفانا بس. سيب اللي في ايدك وتابعينا عشان محل جادو بيكسب حاجات حلوة، بيكسب حلويات والله. الناس اللي لسه مشرفانا لسه فاكرين يشرفونا. الشبكة وحشة ازاي يا جماعة؟ الشبكة وحشة ازاي بعد اذنكم؟ الشبكة وحشة ازاي؟ واقفة؟ أمال أنتوا بيقولوا إيه؟ مش التليفون التاني شغال معايا أهو. لما أقول لك الأباجورة الليد، الأباجورة الليد وجمالها موجودة. اتنين شابوه وعندي ليد بتنور من تحت ومن فوق. ده عامله 140 جنيه وشين 50 في 50. التفاعل فين يا جماعه بعد اذنكم؟ امال بيقولوا الشبكه مش حلوه. يا جماعه التفاعل يعلى كمان والمشاركات تعلى علشان الناس تضيف كتير والناس تشرفنا، علشان كل اللي جاي من محل جاله يبقى مفاجآت بإذن الله. في لايف مثبت توضيح يا جماعة علشان لو الشبكة فيها حاجة. التفاعل مش عاجبني، التفاعل مش عاجبني. التفاعل فين يا جماعة بعد إذنكم؟ التفاعل بدأ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله بدأ يعلى معايا كمان اهو. هنكسب مين دلوقتي؟ هنكسب مين؟
ده احنا تحت امرك، تشرفينا. مين يا جماعه اللي يكسب معايا دلوقتي بعد اذنكم؟ طعم الشمعدان تلات واربع وخميس ب 200 جنيه بدل 250 و 225، عرض من محل جادو. الناس اللي عايزه تكسب يا جماعه فين؟ التفاعل يعلى معايا يا جماعه بعد اذنكم. مفرش الجبلان بقول لك ب 50 جنيه بس، حط تحت 50 جنيه ده 100 خط. ممكن يا باشا تفردوا لي؟ اه، علشان الناس بس تعرف المفرش ده عباره عن ايه. اه يا باشا، بنقول لك المفرش ب 50 جنيه بس، بحق 2 كنز، بحق واحده مانجا او كوبايه مانجا في راس البر، اقسم بالله 35 جنيه كوبايه المانجا. بقول لك مفرش ب 50 جنيه، الصلاه على حضر الجمال النبي، مفرش حطها على الترابيزه وادعي لي. الكشمير بتاعه بسم الله ما شاء الله ب 50 جنيه الجمال ده، وعلى فكره مبطن محل جيرو، ما بجيبلكيش الا الحاجه الحلوه. محل جيرو بيقول لك ده ب 50 جنيه بس، ب 50 جنيه بس. يا جماعه انا عملت لايفين ثلاثه اول امبارح، كسبت فيهم اكتر من 12 13 حد، واقسم بالله اللايفات اتمسحت. المفرش ب 50 جنيه ده ايه بس معايا كده على الخامه؟ اه، نخش جوه النسيج كمان. شايفين الشغل؟ نسيج حطيه في الغساله وما تقلقيش عليه. المفرش ده بقول لك ب 50 جنيه، وده عرض مش ده تمنه على فكره. ركزوا بس على الرسمه وعلى الخامه، لما اقول لك مفرش ب 50 جنيه ركزي على الرسمه وعلى الخامه، ما تاخدوش بالكلام كده واي كلام وسمك لبن تمر هندي، لا، ركزي في المفرش، ركزي في الرسمه، وركزي في الخامه. احنا بتاع مفارش، انا بتاع مفارش، شغلتي بتاع مفارش، شغلتي بفضل الله من زمان بتاع مفارش. انا لما بديك الحاجه بقول لك اتفرجي عليها وشوفي الخامه، ومعمول من نسيج كذا، ده معمول خرز كذا، والانتيكات برضه بديك بسعر انتيكات الحمد لله. طب هنقول مين هيكسب معايا؟ شكرا زهرة الريحان، شكرا لزوجة ست الكل. الناس اللي عايزه تكسب فين؟ وحشه؟ طب ما تقولي لي لما ماسك ده عشان اعرف الشبكه. حاجه مثلا عامله 520 550 650. طيب بسم الله ما شاء الله، هنقوله اهو يا جماعه، هنقوله اهو. الناس اللي هتكسب معانا فين؟ الناس اللي عايزه تكسب مش شايفها والله يا جماعه، يعني الناس اللي عايزه تكسب وحاطط انا عليها من الليف اللي فات، مش عارف هم فين او الناس اللي بتخش وتخرج ليه. طيب هنقول مين؟ بسم الله ما شاء الله، رورو وفيق، رورو وفيق، ست مفارش شرية. اول حد يكسب معانا ورزقك يا استاذه رورو. رورو رفيق كسبت معايا ست مفارش هدية، أول حد كسب معانا الأستاذ رورو وفيق. وهعد يا جماعة، طالما كسبت حد هاخد كمان اتنين تلاتة ورا بعض، أنت ورزقك يا ست الكل. ممكن تتجرعنوا شوية، سيبك من اللي في إيدك بعد إذنك، أنا اللي بقول لك سيبك من اللي في إيدك، علشان الجوائز اللي بتاخديها أحسن من اللي في إيدك، سيبك من اللي أنت قاعد عليه وبتعمليه. أه، ركزي معايا هنا، إحنا هنا بنقول لك ركزي معايا.
ها التفاعل اهو، بسم الله ما شاء الله. محل جاره بيبيع ببلاش، وركزي في الكلام قوي قوي. جوايزنا حلوه وتشرفك. هنقول محدش هيزعل، واللي هيكسب يجيب المشاركات بعد اذنكم. ها بسم الله ما شاء الله على نورك يا رسول الله. هي فين اللي عايزه تكسب؟ فين يا جماعه؟ الصوت واطي ولا ايه؟ كان واطي. محدش يعيط، محل جده هيرضي الناس كلها باذن الله النهارده. التفاعل بس يعلى معايا، التفاعل كمان يعلى. زيدي حبه تزيدي محبه. الانتيكة دي ليها طعم تاني من محل جده اهو. الاستاذه رورو وفيق كسبت معايا الست مفارش، زيني بوم النيش يا استاذه. التابلو ده اللي هيبقى مسابقه يا جماعه، هيبقى مسابقه ومثبته. تابلو عايز مكان 2 متر والله، انت ورزقك بقى. متابعين او اداره محل جادو، تعملي حسابك يا ست الكل ان تنزلي دي مسابقه من بكره. ايوه الف مبروك يا استاذه رورو، عايز زغرتها بقى. يا جماعة التفاعل يعلى شوية عشان خاطر ربنا، عشان ما ازعلش منكم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عندي 2 شمعدان يمشي معاكي الانتيكات اهو، للفضية والمكتبة، وعندي حاجات بتنور. نور يا باشا الحاجات دي كده بعد اذنك. بنقول لك حاجتنا بتنور في الضلمة من جمالها. الوزه وبنتها بتنور اهي، عشان لو حبيت تحطها في الضلمه ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله على نورك يا رسول الله. التفاعل 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 التفاعل، كمان 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 شويه يا جماعه. تفاعل، حبه تفاعل بعد اذنكم، وحبه مشاركات كمان. بنقول لك الوزه واولادها كمان بتنور. خروش على صبع صبع يعني. والله التفاعل ما عاجبنا يا جماعه، المشاركات عجباني. بسم الله ما شاء الله. طب خد عندك كده، خد عندك كده في الليسته، سجل عندك في دفتر اليوميات. قطرة ندى كسبت معايا قعدة أسواني، وإن شاء الله ما حد حوش. بخراب يا دنيا عمار يا محل جادو. نسمع الصلاة على سيدنا النبي. قطرة ندى قعدة أسوان، هتهل عشان يعرفوا الأسواني ده يعني إيه. جاي من أسوان لحد هنا في قطر الصعيد. دخلت على دمياط، ازعت في محل جادو، محدش لحقها الا انا. لابسه طاقيه لخفه، لا والله ربنا يكفينا الشر. دخلت على دمياط، ازعت في محل جادو، محدش لحقها الا انا. لابسه طاقيه لخفه، لا والله ربنا يكفينا الشر. القعده الاسواني ب 40 جنيه، مبروك عليكي يا قطره ندى، يا اللي جايه من الندى، يا اللي جايه من السما. كسبت البتاع دي معانا، يلا. اللهم امين. انا عايزكم تجروا ورا بعض وانتوا بتشاركوا. وابعتي كده لام عبده ولام محمد جيرانك. الحقيقه ام عبده محل جدو عامل عروضات وعامل مسابقات. الحقيقه ام محمد، والحقيقه ام مستعد. لو ام مستعد جارتك ابعتي لها، مش جارتك ابعتي لها رساله على الواتس. لو ام اسماعيل قريبتك ابعتي لها برضه. لابسه طاقيه لخفه، ايوه بتروح من قدامي بتجري. احلى حاجه فيك الناس اللي عماله تعيط، الدموع بتاعتها كده جت عليا.
كده العدد معانا 2، واحدة 6 مفارش وواحدة أسوان. أيوة أنا بحب الناس اللي لسه داخلة دي. أيوة زغرتة زغرتة زغرتة، علي صوتك شوية مش سامع. الناس اللي عليت شوية وصوابعها وجعتها ماشي. تعالى هات لي التليفون الايفون كده والشاحن بعد اذنك. مين مين؟ اه ان شاء الله. البخور وجع قلبي. الشاحن الايفون بعد اذن حضرتك. طب وصله كده، وصله بايدي، قصدي اوصله بالايد التانية يعني. من غير فنو، من غير فلوس يا استاذه معدن، يا استاذه نور. ربيت لبختك. استاذه نور الدين اللي بتسال على الشيله المعدن. تعالي بس اتفرجي وسيبك من السعر، شرفيني بس وسيبها لله. ايوه الاستاذه سمسم الطناح اللي بتزغرط. وطي صوتك السودان وجعك. التليفون معاكي. يا جماعة بعد اذنكم التفاعل يعلى شوية، احنا عملنا من كام يوم لايفين تلاتة بس اللايفات اتمسحت. مش عايز اقول لكم بقى يا جماعة التفاعل كان حلو ازاي والمشاركات كانت حلوة بس غصب عننا. هنسمعك مبروك بس استسمع اسمع الزغرين. لا حول ولا قوة الا بالله يا رب. مين دي اللي عمال تقول مريم يحيى جدري؟ الناس دي اللي انا ما اتجوزتش، جوزتني بسرعه كده. الناس اللي جوزتني بسرعه دي يا جماعه ما اتجوزتش لسه. ها طب التفاعل عيله معايا كمان اهو. التفاعل بسم الله ما شاء الله. بنقول لك شرفينا وما تشتريش، شرفينا وما تشتريش علشان الانتيكات عندنا بالفكه. اي حاجه معاكي فكه 200 300 جنيه تم وتعال. هو ده اللي بقول عليه، هو ده اللي بقول عليه. يلا 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 يا جماعه، يلا يا جماعه. محل جاري بقول لك فاتح من 9 صباحا. لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. حاضر حاضر والله. رب الكون أي حد بيرن أن نرد عليه. ما أعرفش البخور ده ماله. تملي معاك، حد بيغن معاك أهو تملي معاك. ربنا يكبر بخاطرنا كلنا يا جماعة. يا جماعة التفاعل يالا كمان بعد اذنكم. اهم حاجة المشاركات اللي انت بتعمليها فين. بنقول لك انتيكات وعندي مفارش حاجات حلوة وحاجات هتعجبك قوي. اي مفرش جوبلان ب50 جنيه بس. انا شايف التعليقات كلها والله ما تخافوش. وانا سبت التليفون قعدت اكح لما كنت شغله بكح. حول ولا قوة الا بالله. في ناس عدت بس. اوش عينك عني يا اللي مراقبني. حد ما عرفش محل جاله فين يا جماعه؟ حد ما كسبش قبل كده من محل جاله؟ حد ما اشتراش من محل جاله؟ حد اشترى وزعلان؟ حد اشترى وعايز كمان؟ موجود شحن جميع المحافظات يا باشا، وموجود شحن لجميع المحافظات، وموجود شحن لدمياط الجديده والقديمه. الناس تركز معايا شويه بعد اذنكم. الناس اللي قاعده على نصة الشارع دي، الناس اللي لو حافظ الاغنيه بقى كملها تملي معاه. خد قلبي وخد تليفوني
وخد عني النت، امنع عنك الميه والنور النهارده باذن الله. مين اللي هيكسب تاني؟ طب تاني وتالت مره. طيب هنقول لك ده علبه مناديل، هو هتقول لي هاتوا علبه المناديل معاها، علبه المناديل دي ب 20 جنيه. ها محدش يقول لي ده معاها، انا حطيتها زينه بس كده. لو انتوا عايزين منديلين ماشي. اه يا جماعه اتفقوا، يعلى كمان حبه تزيدهم حبه. اهي علبه مناديل معدن كريستال، يعني المشيله دي مع دي مع دي مع دي، كل ده مع بعض. اه يا جماعه علبه مناديل معدن استرس، كل ده موجود في محل جاي. وظيفتك الذهبيات ده؟ تعالى يا باشا انا وين الذهبيات دي بعد اذن حضرتك؟ دي الاناناسيه اوعوا تاكلوها، دي معدن، دي انتيكه ما بتتاكلش شيء. انت جعان عايز تاكلها؟ عايز تاكل اناناسيه؟ كل التفاحه وسيب الاناناسيه. معانا بقى كاس مصر يا جماعه، محل جاري واخده. محل جاري واخد الكاس ده في الفنيات وشغل الرص والحلويات. اهو فكرني بالاسترس بتاع البتاع عشان يتعمل. معايا؟ من ساعة ما لفيت الدماغ بقيت بكح زيادة قوي. شوية مية يا ابني، شوية مية الحقني. الشبكة مش حلوة، ظبط ايدك. ظبط ايدك يا باشا. بنقول لك كاس مصر احنا اخدناه خلاص. اهو. في الرص والشياكة والأناقة. كل الناس حلو الا انت وحش، كل الناس ناصحه الا انت. انا بقول على هادي، كل الناس ناصحه الا انت هبل، قصدي ما بتفهميش. الكاس اهو يا جماعه. بنقول لك الوزه وجمالها طاووس. معانا طاووس والوزه دي بنتهم. جاي معانا. طلعتوا الصورة مع بعض، اتفق ان الشبكة مش حلوة، الشبكة مش حلوة. ثبت ايدك شوية يا فندم. ثبت ايدك يا فندم بعد اذنك، ثبت ايدك. لا لا لا. بنقول محل جادة دمياط القديمة منتصف شارع الشرباسي بجوار صيدلية جبة. اللي عايز ياخد حاجات حلوة يشرفنا. عندي من المناقية خيار بالبلدي كده. زي قلبي وقت الشقلبي كده حاجات حلوة. والبلد يؤكل من عندنا، واحنا ناس بنعيشها بلدي، بنعيشها بالطيابه. الناس تعيش عيشه اهلها علشان ربنا يكرمها. لو عشت عيشه مش بتاعتك هتلاقيك وقعت على وشك ومحدش هيلحقك ساعتها. ثبت ايدك يا فندم بعد اذنك. ثبت ايدك يا استاذ. ايه؟ اللي مات الله يرحمه. خد عندك في الليسته مين هيكسب معايا. طيب الشغل اللي ما جاش هتقولي، الشغل اللي طلع في اللايف بتاعه امبارح اتمسح هتقولي يا فندم. خد عندك مين هيكسب، هو ده اللي بقول عليه. محل جاله متابعينه مشرفينا، مين هيكسب معانا؟ حلويات. معلش معلش معلش، اي حد هيكسب يجيب لي المشاركات بعد اذنك. اي حد هيكسب يجيب لي المشاركات. محدش يزعل مني. حبيبي يا سيد، ما تجيب لي يا باشا بعد اذنك الحاجه اللي ما جتش في اللايف. يا فندم تعمل ايه؟ ايه؟ بتجبسه؟ طب هات لي بس اللي ما تجبسش ده كده. مين هيكسب معايا يا جماعه بعد اذنكم؟ الناس اللي لسه مشرفانا حالا ركز معايا وبالراحه وانت بتجيب الحاجه.
فين يا جماعة بعد إذنك؟ شايفين يا جماعة؟ يمشي معاك لدرابيزة الصالون، أنت رايح المشوار؟ ليه؟ 8:30 الساعة 7:30 الساعة 7:30 أنت فقر مش عاجبني ليه؟ معايا الطبق ومعايا الفازة يمشوا معاك طقم مع بعضه، عايز الدكتور برضه فرداني تحت أمر حضرتك، بعد إذنك شارك اللايف ده، شارك على أي جروب أنت منضمية عليه، شارك على الصفحة بتاعتك الشخصية، شاركي على الصفحة بتاعتك، الناس اللي كانت بتسأل على الشمعدان المدير موجود؟ إيه؟ الوش فين اللي وش وصل الوز والتواصل اللي كان معايا؟ نعم. الناس اللي كانت بتسأل مبخرة كريستال اهو. تمر هندي. بوظه حليب يا اسطى. اتفضلي. طيب بالتفاعل يا اهلي كمان، مين يا جماعه اللي يكسب قبل ما اختم اللايف؟ مين اللي يكسب قبل ما نختم اللايف؟ في المكنه بره؟ ايه؟ المكنه. من؟ بره؟ مكنه. سوري. المكنه اللي في مصر. طلعت انت يعني فين؟ مش بره. امال فين؟ مش جوه. رن يا عم كده عليا، رن عليك كده من جوه. على البجرة؟ على ميدو. يلا يا عم يلا عشان معلش يا سيد. والله؟ لا لا لا. طب هات تليفونك اللي عليه النت كده. تليفوني نو. هات لي يا فندم. خسر. انا بقول للفندم يا فندم. خلاص والله ما كان خسر. انت فين بسرعه؟ خد ماشي جوه يا اسلم. فين يا ابني انت؟ قلت له ايه؟ شوفها بره كده. طيب يا التفاعل مش عاجبني، مش عاجبني. انجز يا باشا بعد اذن حضرتك. بيردش. عم اكسب 7-8 ها؟ انا لسه رنيت. انت واقف على سكه حديد بقى. سمي كده بالله كده. طيب هنقول هنقول الاستاذه مي مصطفى. الاستاذه مي مصطفى كسبت معايا، كسبت معايا مفرش جبلان، مفرش جبلان مي مصطفى. اتجرعانوا معايا شويه بعد اذنكم. صوتك عالي قوي. التفاعل هو ده يا جماعه اللي بيقول عليه بسم الله ما شاء الله. التفاعل يا اهلي كمان. ربنا يستر. ربنا يستر ويديلنا تاني. بقى بس اول مره والله يا استاذه اكح كده من البخور اول مره. شكرا لزويك والله. حساسية دي من البخور؟ من البخور؟ الشبكه 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 شبكة فين؟ عشان عايز اروح مشوار ضروري. فين يا عم؟ والله اهو تاني. ابني يا عم عليه تاني.
الشبكة 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 نتكلم بلغات طيب سيبونا نتكلم باللغة بتاعتنا سارة في الشبكة عملت لي كده كده ضحكنا يودينا في داهية خلاص يا خرايش عليك وعلى صورة الشبكة ما ظبطتش والله معايا ما ظبطتش خالص بس اللايف ليه معنى النهارده كده معرفش ما شاء الله النهارده اللايف كده تحسوا ليه بهجة كده طب روح روح ما انت كل يوم بتبقى موجود بيبقى البهجة بتاعته بتبقى ليه قلبك هات شوية عصير مانجا كده يديله شكرا بحر نهار طب هنقول مين من اللي مبهي ماشي يا استاذه مبهي دي صينيه تقديم يا جماعه هات لي كوبايتين شاي كده على الصينيه دي كوبايتين شاي وكوبايه ميه خد يا مولى تعالى خد تعالى اسلك كوبايه ميه وحط عليها تعالى هات لي كوباية المية عليها عشان وراها بس لازم تجهز كده. ايه؟ اسلم ما يشتلى تقعد طب خد تعالى. قول يا اسلم. اشتلى كده اهو. هات بقى كوباية مية عليها عشان نوريها للناس هي بتتعمل عليها ايه؟ بص قدامك المروحة أي استفسار على أي حاجة أنا تحت أمركم ادعوا لنا الجديد اللي في دماغنا ربنا يوفقنا فيه هنعجبكم وهخليك تخش محل جادو بتاخدي كل حاجة منه بسم الله ما شاء الله صينية قد إيه على إيه؟ بصوا بقى يا جماعة الصينية دي يا جماعة سخنة ليه؟ والله جايبة من الثلاجة المايه سخنه ليه يا هادي؟ المايه سخنه ليه؟ ما هي جايه في الثلاجه لانها سخنه. ايه؟ انت فايق. اشرب بقى عشان الصينيه دي يا جماعه صينيه تقديم. صينية تقديم ممكن تتاخد ممكن يتقدم فيها الذهب ممكن يتقدم فيها ممكن يتقدم فيها الذهب ممكن يتقدم فيها المشروبات ممكن تتحط زينة في الباترينا ممكن تتحط زينة في الباترينا طيب هنقول مين هيكسب معايا طيب الاكونت دعاية وإعلان دعاية وإعلان دعاية وإعلان كسب معايا ست مفارش هدية ده من محل جادو وعلى فكرة يا جماعة الست مفارش حلوين ويظبطوا معاك النيش ما أنا هقول مبروك للناس يا جماعة بس الناس تتفاعل معايا أكتر الناس تتفاعل معايا وتشارك الناس اللي خرجت من اللايف انا زعلان منها محل جنوب بيقول لك وانت جاي تاخدي شيالة الكحك هات لك اتنين تلاتة اكتر معايا اهو شيالة الكحك سوبر لوكس سوبر لوكس
حاجة. أيوة كده يا باشا، تسلم إيدك. شيل الكحك بس حاجة بندريكس أهو. ركزوا معايا حبة، تزيدوا محبة. ركز معايا يا باشا. محل جاري دمياط القديمة، منتصف شارع الشرباسي، بجوار صيدلية جبة. يا جماعة الناس اللي بتقول أنا مش بكسب بتكسب، أقسم بالله الناس اللي بتقول مش بتكسب بتكسب. أه يا جماعة، شغل معدن وحاجة نظيفة، حاجة تشرفك في البيت. الناس اللي مش بتشارك يا ريت تشارك. بسم الله ما شاء الله، التلاتة أشكال وألوان مختلفة. شيلة معدن، كريستال، ثلاثي، وهيجي الثنائي، وهيجي الفردي، وهيجي حاجات حلوة. أنت زورونا وتابعونا علشان الجديد على طول هيميزك. بص على الترابيزة يا باشا أهو. انا عايز الناس تمنشن للاصحاب وتشارك. احنا بفضل الله، شكرا للناس اللي بتقول لي انت مميز يا يحيى، وشكرا للناس اللي بتقول لنا كلمه من قلبها. الشبكه مش الشبكه وحشه قوي. الناس اللي انت معانا يا ريت تشارك. محدش بيمنشن يا جماعة. هو انا قفلت اللايف عشان الناس تزعل مني؟ ايوه كده ما شاء الله. ركز معايا في اللايف كده، ممكن اقول له محل جدو دمياط القديمة، منتصف شارع الشرباسي، بجوار صيدلية جبة. طيب هنختار حد من اللي قدامي اهو يا جماعة. محدش عاجبني، انا زعلان بقى عشان قلبي بيوجعني. يا هادي رن كده، رن تاني. محل جادو دمياط القديمة، محل انتيكات ومفارش وورد زينة. الشبكة بتروح وتيجي. طيب اختار حد قبل ما اختم اللايف. ركز بس يا باشا، رن لي كده، رن على مين؟ بيتو؟ تليفون قفل. الايفون نصب. طالع. طب هختارها يا جماعه، حاضر هختارها. هختار والله يا حاضر. طب هنختار مين؟ الشبكة يا باشا، عادل بس الشبكة كده بعد إذنك. مين؟ إيه؟ الأستاذة ندى يوسف، ندى يوسف، ندى يوسف كسبت معايا واحد بيت. هات لي يا باشا البيت كده. يلا والله ما انا مزعل حد، اقسم بالله ما هزعل حد. كسبت منظر بيت سداسي اسمه بيت، سداسي اسمه بيت. طيب الاستاذه ندى يوسف تاني وتالت مره كسبت معايا سداسي بيت. ايوه ده يا باشا. كسبت معايا بيت. كسبت معايا بيت. اه. جايين؟ معاه خمسة ستة ولا معاه كام واحد؟ جاي لوحده. حش الطعامة بس عشان أنا بقى بتزحلقني. جاي؟ الشبكة مش
انت فتح نت معاك؟ لا فتح بره. وانت درست في المدرسة ان النت غير ال والله النت ده من عندك يبقى كلنا فاتحين، لكن الباقة دي تليفونك حاجة، يبقى مش كويس نت يبقى الشبكة مش مني. محدش يعلم ولاده ببلاش يا جماعة. تعلمه ببلاش بودي بتاعي.